كلياتنا بنعرف انه الصراع الشعب السوري من اجل الانتقال السياسي نحو دولة الحريات ودولة القانون والمساواة والعدالة والمواطنة والتبادل السلمي للسلطة مرق بأطوار عديدة جدا. للأسف الشديد ما عاد هو صراع سوري سوري، وإنما صار صراع إقليمي ودولي. صار في عدد كبير جدا من الدول المنخرطة في هذا الصراع، سواء سياسيا أو كثير من الدول منخرطة حتى عسكريا، لها قوات على الأراضي السورية. وبالتالي هذا زاد من تعقيد المسألة السورية، وأحيانا الحقيقة يعني خلى يكون في رؤى مختلفة لدى مكونات سورية مختلفة، سواء كانت مكونات سياسية أو اجتماعية. صار عندها رؤى مختلفة للحل في سوريا، وهذا انعكس على النخب السياسية بطبيعة الحال، وانعكس على كل يعني هذا المسار اللي بنسميه المسار التفاوضي، اللي هو مبنى على وثيقة جنيف 2012، ثم بدأت المفاوضات فعليا بال 2014، ثم استمرت إلى يومنا هذا صعودا ونزولا، ومرت بمراحل متعددة، اللي هي مرحلة السلال الأربعة، ثم مرحلة اللجنة الدستورية، والآن يعني نحن في مرحلة الخطوة مقابل خطوة، أو الخطوة يعني اللي خطوة. فبالتالي هذا الصراع المعقد الحقيقة هو اللي خلى المسألة السورية والمعاناة السوريين تستمر حتى الآن، خلى في ملايين الناس تركت سوريا، ملايين الناس عايشة داخل سوريا لكن بظروف إنسانية صعبة جدا، خلت يعني مئات الآلاف من الأطفال السوريين بلا تعليم وبلا حياة كريمة، وإلى ما هنالك يعني مظاهر الحياة الصعبة والمأساة. دور هيئة التفاوض الحقيقة الآن، وهي بعد هذا المسار الطويل أكثر انسجاما من أي وقت مضى، لأنه بوحدها الرؤية اللي بيقدمها قرار مجلس الأمن الدولي 2254 اللي صدر ب 2015، وبيتحدث عن أشياء كتير، لكن الشيء الرئيسي بالقرار مجلس الأمن الدولي هو الانتقال السياسي في سوريا نحو دولة المواطنة والتبادل السلمي للسلطة والديمقراطية، وهذا ما تسعى إليه هيئة التفاوض. لكن العملية التفاوضية معقدة جدا مثل ما أنا قلت، والسبب الرئيسي في هذا التعقيد الحقيقة ليس وجود اللاعبين الخارجيين فقط، وإنما تعنت النظام عن إجراء أي حوار سوري سوري وتفاوض سوري سوري على القاعدة الوطنية وقاعدة حماية سوريا ووحدة سوريا وسيادة الدولة السورية على كامل تراب الوطني، وبنفس الوقت وحدة المجتمع السوري في محاربة الإرهاب وفي بناء سوريا الجديدة. هي تعنت النظام ورفضه لهذه العملية التفاوضية، ورفضه للحوار مع أي مكون سوري سياسي، مو بس هيئة التفاوض، أي مكون سوري نشأ وأراد أن يحاول النظام في مسألة الإصلاح السياسي العميق اللي هو من دونه لا يمكن إنقاذ سوريا. الحقيقة هو اللي أعاق العملية التفاوضية حتى الآن، هو اللي زاد بمأساتنا نحن كسوريين، هو اللي حقيقة عظم المخاطر اللي عم تواجهها سوريا ووحدة سوريا ووجود سوريا. ويعني كلنا يعني أمل أنه هذا الواقع يتغير بأقرب وقت ممكن، لأنه نحن كلياتنا سوريين، كلياتنا معنيين بسلامة بلدنا وسلامة دولتنا، وحدة التراب الوطن السوري، وحدة المجتمع السوري، وكلياتنا متعلقين بهاللحظة اللي نقدر نبني فيها مستقبل جديد مع بعضنا البعض، متجاوزين كل خلافاتنا السياسية أو الإثنية أو الطائفية أو المذهبية أو العقائدية أو أي خلافات أخرى، من أجل بناء سوريا الجديدة لنا جميعا، موالين ومعارضين، كرد وعرب، من مختلف المكونات والطوائف، لا تفريق بين امرأة ورجل في سوريا القادمة، وكلنا نعيش في دولة ديمقراطية، الشعب صاحب الإرادة فيها، الشعب ينتخب من يمثله في انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشريفة تعبر فعلا عن إرادة الشعب السوري.